خلينا نحلل المباراة الأجمل اليوم. صحيح. بين البرتغال برازيل أوروبا وغانا برازيل أفريقيا. صحيح. يعني البرازيل ضد البرازيل سولف. فواحدة من أجمل المباريات. بها 5 أهداف والأهداف جميلة. وهدف ملغي لكريستيانو رونالدو وراح ناخذه مع الحكم إذا حصلنا. نحتاج محسن ونحتاج لؤي ان شاء الله راح نمر على شبابنا اثنين. المباراة بدت بشوطين مختلفين. تقول لي الشوط الاول غانا كانت حاضرة كانت غايبة. الشوط الاول برتغالي بامتياز. اجوا البرتغاليين لعبوا الغانيين لعبوا بطريقة 5-4-1 يعني مهاجم واحد 4 بالنص وخمسة مدافعين يعني خلينا نقول بالغوا بيش الحالة الدفاعية. الشوط الثاني ال 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 يعني 5-4-1 5-4-1 لعبوا مهاجم واحد. خوش خلي اسمعك محسن. اي البرتغال لعبت ايش لعبت؟ لعبت 4-3 واحد ورا اثنين مهاجمين. نعم. اللي هو أليكس مهاجم فليكس. نعم. زائد كريستيانو رونالدو. هذه التشكيلة. شوف هذه 5-4-1. هنا 4 خلينا نقول 3 لاعبين وسط. والمثلث المعكوس وصانع لعب ورا 2 مهاجمين اللي هم رونالدو وفليكس يعني فهي التشكيلة اللي لعبوا بيها يعني البرتغال هادين هادين ورايدون المباراة رايدين على المباراة فالشوط الأول يعني تقريبا الفرص اللي بيه قليلة عكس الشوط الثاني يعني الكرات اللي راحت للمرميين بالنسبة لغانا تكاد معدومة ماكو ولا تكاد لكن راح نمر على الكليب الأول ونشاهد الأهداف الفرص الثلاثة الحقيقية للتسجيل بدأت بالدقيقة 12. نعم. للبرتغال وراح نشاهدها هذه أول هجمة للفريق البرتغالي هذه بالدقيقة 12 تنقلوا الكرة الكرة من جهة اليسار نقلات سهلة بسيطة ومن ثم احتفاظ بالكرة رفع الكرة ولحد الآن الهجمة محتفظين بالكرة لحد هاللحظة والهجمة هذا اللي أنت دائما تأكد عليه في ساحة الخصم وأنا احتفظ بالكرة تلزم الطوب شوف هذه الكرة هذه واحدة من تلزم الطوبة عند الآخر أنت فريق فريق كرة قدم أنت برشلونة يعني زين هذه لا شنو برشلونة أنت بايرن ميونخ هاي الفرصة الثانية هنا الكرة راحت إلى اليمين رفعت الكرة ومن ثم لحد الآن الفريق محتفظ بالكره شوف هذه تسديده تسديده باعش يا غبي بس الاحتفاظ بالكره شوف المناوله يعني بهدوء متقنه وبهدوء هسه احنا راح نشوف هذا الهدف هل كريستيانو رونالدو هاي الحاله اللي احتاج له اي بيها هذا سجل هو انا كريستيانو سجل من هاي الحاله بس بيها يعني خلي نشوف طبعا رجعنا على الفرصه الاولى نعم شوف هذا التحكم انا بساحه الخصم بساحه الفريق المنافس وانا محتفظ بالكره كل اللي عليك انت يا فريق غانا ظلوا لعبوا بخمس مدافعين زائدا 4 وسط فيدافعون بيش بتسع لاعبين هم يعني الكثرة العددية للفريق الابيض لكن انت لو اي فريق اخر غير مهاري من المستحيل ان يخلق فرصة على الفريق الغاني شوف الوان تاتش اللعبة الكرة وهذه وحدة خلقة وهجمة خطرة رغم الزيادة العددية المن لفريق غانا يعني بس هم 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 يعني هم فاولت علينا من هاي شوف هاي الكره هذه الكره بهاي الهجمه انت قلت لي حسين ذولا يفوزون اليوم دي انت زعلان لا تتعب غانا على كل حال يمكن راح نروح وين على هاي الحاله اللي شوف هنا مال بكتفه دفاعه انا اقول اللاعب لو مو ساقط كان الحكم مشيها لك كان ممكن يصير جول راح نرجع للشوط الثاني هذا الشوط الثاني لا هذه بعدنا لا خل نروح للشوط الثاني ما يخالف هسه الاخ المخرج عاف رجعنا على نفس الحالات بالشوط الاول اللي هن هذه ضربه الجزاء وانا كنت اتمنى انه ضربه الجزاء شلون صارت يعني طلعت شفناها اي اذا راح نرجع لها ويلو كريستيانو رونالدو راح يسجل من ضربه الجزاء شوف عيونه وين داروش على الجمهور رايح منه فلعبه بكل قوة وقرر الزاوية اللي يحط بها الكرة وبالنتيجة لو جيب لك 2 حراس ما يصدون هاي الكرة قوية قوية جدا وإن شاء الله كابتن محسن راح يسولف لنا على حارس المرمى وراح يوقف وعلي من يباوع
وش سوانا من شغلة من هو؟ هو هذا بلغة الأرقام يعني مازن السريع يتابع هاي القضية، يقول هذا أول لاعب يسجل في 5 مونديالات متتالية. رائعة جدا، معلومة معلومة للجمهور. تحياتنا للأخ مازن. هذه شوف هذه الهجمة الثانية أيضا، هذه خطرة وتسجيل الهدف الثاني. وتحياتنا للعلاوي أحمد اللي أيضا ساهم. تحياتنا هذا فيليكس الهدف الثاني، ومن ثم توالت الفرص هذا الهدف الثالث. اوكي طبعا احنا ما شاهدنا الهدف الاول، ما اريد اخر محسن اكثر، خلينا نروح المحسن.